لي جيران سيئو الخلق، يشرب أبوهم الدخان، وكلامهم كلام أطفالهم فيه شتم ولعن، وتلعب بناتي وأطفالي معهم، وإني لا أريد تلك البنات خوفا على بناتي وأطفالي من فساد ألسنتهم وأخلاقهم، فهل يحق لي أن أحرم بناتي منهم؟ وهل يجوز لي أيضا طرد بناتهم وأطفالهم من المنزل أي منزلي؟ أم هذا يكون من إيذاء الجار وعدم معاملته بالحسنى؟ أفتوني مأجورين في مثل هذا الحال، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الجار له حق وأنه يجب الإحسان إليه، وإذا لوحظ عليه شيء في دينه وأخلاقه فإنه يناصح ويبين له طريق الصواب، هذا من حق الجار على جاره. لكن إذا لم يقبل النصيحة وكان أولاده وبناته سيئي الأخلاق ويخشى من تأثيرهم على أولاد جيرانهم، فإنه يجب الابتعاد عنهم لئلا يؤثروا على من يخالطه. فلا حرج في أن يعزل الإنسان أولاده وبناته عن أولاد الجيران وبنات الجيران الذين ساءت أخلاقهم ولم يربوا تربية حسنة لئلا يؤثروا على غيرهم. نعم.